متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تهاني مشاهير السوشيال ميديا بمناسبة عيد الفطر المبارك لا زالت متواصلة، وهذه المرة كوكبة أخرى من نجوم الجزائر. صحيتكم الحباب، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تكونوا دوزتوا رمضان بصحة ولهنا، وبخمية جوغ تاع العيد تاني ومازال ما خلاص، مي ان شاء الله تكونوا جوستو بيان. ربي يعيدوا علينا ان شاء الله بالخير والصحه والستر، هذاك هو الصح. عيدكم مبارك، عيدكم مبروك، عيدكم مبروك، كل عام وانتم بألف خير. كيف صباح الخير عليكم بهذه المناسبه وفي هذا اليوم السعيد، حبيت نقول لكم صحه عيدكم، تعيدوا بصحه ولهنا ان شاء الله كاع كيما راكم، وكيما راكم كاع ان شاء الله العيد ينعاد عليكم، يعني كل عام بالخير والعافيه والصحه، طخ عيدكم كاع كيما راكم، ونرحموا على جميع واحد اللي مات، جميع واحد عيد معنا العام اللي فات ما راهوش معنا هذا العام، حنا نقولوا الله يرحم جميع موتانا، صحه عيدكم، اضحكوا اتسامحوا اتحبوا اتعانقوا، ما على باليش انا. السلام عليكم، عيدكم مبروك، تقبل الله منا ومنكم الصيام ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا بروفيتيتو من العائله تاعكم كيما راني بروفيتي من البوبيه تاعي. تهلاو في روحكم، وهذه بنت اختي ماشي بنتي باش ما تقعدوش تسوي تشبه لي. شوف 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 شابه شابه شابه، عيدوا بصحه بالصحه ان شاء الله، تهلاو في روحكم. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.